السلام عليكم. في المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم على الأوسيلاتوري موشن. الأوسيلاتوري موشن اللي هي الحركة الاهتزازية، فهي حركة كلنا عارفين عنها إن هي بتكرر نفسها، هي repeated motion. في الموشن دي الأوبجكت بتاعنا أو الجسم بيكرر the same movement over and over، بيقعد يكرر الحركة بتاعته مع الزمن بشكل مستمر. أشهر حاجة في الموشن دي هندرسها السنة دي اللي هي اللي اسمها simple harmonic motion، SHM، simple harmonic motion. simple يعني بسيطة، وharmonic توافقية، وموشن اللي هي الحركة التوافقية البسيطة، simple harmonic motion. احنا هندرس النوع ده من الأوسيلاتوري موشن. يبقى الأوسيلاتوري موشن تحتيها أنواع كتيرة، بس إحنا اللي هندرسه وهنركز عليه هو السيمبل هارمونيك موشن. الناس زمان درست تقريبا، معظمنا خد فكرة عن البيندولم، سواء لعبنا بيه وإحنا صغيرين أو درسناه قبل كده، إن إحنا في الموشن دي اللي هي السيمبل هارمونيك موشن بيكون عندي دايما وضع اسمه وضع الإكوليبريم أو وضع الاتزان. إكوليبريم هو وضع الاتزان. لو عندي الكرة بتاعتنا كده متعلقة في حبل، فهي نازلة كده في وضع الإكوليبريم من غير ما تتأثر بأي حاجة. لو أنا جيت جبتها على اليمين كده، عملت فيها إزاحة، عملت لها displacement وجبتها كده، هيبدأ يحصل الأوسيليشن بتاعتنا في البندولم ده. يبقى ده بندولم، أو اللي هو البندول البسيط. البندولم ده بيمشي على simple harmonic motion. لو انا عملت له displacement صغيره كده، هتلاحظ ان هو يبدا يتحرك من النقطه دي، يروح دي كده نص oscillation او نص اهتزازه. عشان يكمل complete oscillation يبقى لازم يرجع تاني لايه، لنقطه البدايه اللي بدا منها. يبقى الcomplete oscillation او الاهتزازه الكامله او الدوره الكامله هو انه يروح ويرجع لنفس البوزيشن. يبقى البندولم هو واحد من الأشكال اللي أو من الأنواع اللي إحنا هندرسها، وهنشوف إزاي بيتحرك على الـ simple harmonic motion. النوع الثاني اللي إحنا هنتكلم عليه وهندرسه برضو اللي هو الـ spring mass system. إن إحنا عندنا object، الأوبجكت ده هو ليه كتلة الماس بتاعته M، فده بنسميه spring اللي هو يعني سوستة، اللي هي السوستة دي ماسكة attached، لازقة في الكتلة دي، خلاص مرتبطين ببعض هنا، وبالتالي هما بيتحركوا مع بعض، فبنسميه spring mass system. الـ spring mass system ده، أو نقول عليه إن هو مثلا object attached للـ spring، بنفرض إن هو بيتحرك على horizontal surface، على سطح أفقي أملس frictionless، مفيش أي friction. واللي هيحصل إن برضو قبل ما أشد الـ spring ده أو قبل ما أعمل فيه أي حاجة، مجرد إن أنا سايبه محطوط على الـ surface كده، برضو هنا نفس الكلام، في حاجة اسمها equilibrium position. equilibrium اللي هو الوضع ده، equilibrium النقطة اللي عندها هنقول x بيساوي صفر، x بيساوي صفر. يبقى هنا الـ spring ده unstretched، مش مشدود، ولا شدته يمين ولا شدته شمال، فسايبه كده، فهيفضل طول العمر بالطريقة دي. لو أنا جيت عملت له بقى stretching، جيت شديته، ده اسمها ان انا عملت فيه displacement، عملت فيه x هنا اسمها displacement. يبقى فيه displacement هتحصل. الdisplacement دي ممكن تكون عن طريق ان انا اعمل له stretching، اشده كده لليمين خلاص، فبنقول ان x هنا positive لاني طولت اللينس بتاعه، او ضغطته بمسافه اسمها x، اعمل له compression، اضغطه كده، فهنا برضو اسمها displacement. بس عشان نفرق بين displacement لليمين او للشمال، هل انا زحزحته وعملت له stretching طولته ولا ضغطته لتحت، فبنسمي انه الx على الناحية اليمين دي كلها هتبقى positive، والx اللي موجودة الناحية دي هتبقى negative. يبقى اللي هيحصل بالظبط هو ان احنا هنيجي نشد الاوبجكت بتاعنا ده في البداية، فرضنا انا شديته كده مثلا، بنشده لفين؟ بنشده لحد أقصى displacement مسموح بيها. أقصى displacement هشده بيها كده هنسميها إيه؟ اللي هي الماكسيمم displacement اللي ممكن تحصل. وبعد كده أسيبه من هنا، يبدأ بقى يروح ويرجع، يروح ويرجع، يروح وهكذا، يفضل يستمر
الى ما شاء الله، طول ما انا فارض ان هو على فريكشنلس، يعني السيرفس او السطح بتاعي ما فيش فيه اي فريكشن ولا احتكاك، يبقى هيفضل رايح جاي كده. رايح جاي ما بين فين وفين؟ رايح من A لنيجاتيف A، وهنا عندنا A اهو بوزيتيف، قلنا الاكس هنا بوزيتيف A، وهيروح هنا زيها بالظبط لنيجاتيف A. يبقى الاكس اللي هي الديسبيسمنت هتتحرك ما بين A ونيجاتيف A. طيب محتاجين نتعرف على شوية definitions، اللي هما أول حاجة اللي قلت عليها دي اللي هي الامبليتيود. الامبليتيود هو الماكسيمم ديسبيسمنت، هو الماجنتيود، الماجنتيود بتاع الماكسيمم ديسبيسمنت. يعني أنا عارف إن الأوبجكت بتاعي بيتحرك ما بين 5 سنتي لماينس 5 سنتي، يبقى الامبليتيود ده بخمسة سنتي، خمسة وخلاص. يبقى إذا إحنا مش هنحطه بوزيتيف ونيجاتيف، هو ماجنتيود، قيمة الـ maximum displacement. الأوبجكت عمره ما هيخرج بره الـ 5 سنتي، ولا عمره هيتضغط لأقل من 5 سنتي، يبقى هو magnitude. It is a positive quantity. الـ A ده positive. طب الـ value بتاعت إيه؟ بتاعت الـ maximum displacement اللي إحنا سميناه X. الـ X ده هو الـ displacement. الـ X ده خلي بالك هو function في الـ time. يعني إيه function في الـ time؟ يعني هو بيتغير مع الزمن. X displacement X. فالإكس اللي هو الديسبيسمنت، إكس اللي هو الديسبيسمنت ده هو فانكشن في التايم، إكس فانكشن في تي. مين التي سمول ده؟ هو ده التايم، الزمن بيمر. أنا عايز أعرف إكس مكان الأوبجكت، مكان الأوبجكت عند الثانية الأولانية فين، عند الثانية الثانية، عند الثانية الثالثة فين. الإكس، الإكس بتتقاس من، قلنا هنا إكس بيساوي صفر، فيبقى إكس بتزيد كده 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 مع التايم. يبقى التايم ده variable بياخد أرقام قيم صفر واحد اتنين ثانية ثانية الثالثة الرابعة وهكذا. أعوض عند أي تايم أعرف الديسبيسمنت، أعرف الأوبجكت بتاعي أو الجسم بتاعي ده موجود فين. طب يبقى الإكس دي المفروض هتتغير من كام لكام؟ أقصى حاجة ليها هتبقى هي الإيه، لأن هو عمره ما هيعدي طبعا المنطقة اللي أنا شديته ليها. وأقل حاجة هتبقى نيجاتيف A، يبقى الإكس ده هيتحرك ما بين A ونيجاتيف A. يبقى عرفنا الأمبليتيود زي ما قلنا إنه لو هو بيتحرك ما بين 5 سنتي ونيجاتيف 5 سنتي، يبقى الأمبليتيود ده دايما بوزيتيف، ماجنتيود يعني هيبقى دايما بوزيتيف. الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها اللي هي البيريودك تايم أو الزمن الدوري، وساعات بيتسمى كلمة بيريود. بيريود يعني الدورة بتاعته كام، بياخد تايم قد إيه. التايم of one complete oscillation، الزمن اللي احنا محتاجينه عشان نعمل one complete oscillation، يا ترى بياخد زمن قد ايه علشان يروح ويجي. يعني احنا لو بنتكلم على البندولم ده كده مثلا، يبقى هو ياخد زمن قد ايه عشان يروح ويرجع لنفس المكان، لازم يرجع لنفس البداية اللي بدأ منها عشان اقول ان ده complete oscillation او دورة كاملة او اهتزازة كاملة. الفريكوانسي اللي هو التردد، الفريكوانسي عباره عن ايه؟ نمبر، عدد الاوسيليشنز في الثانيه الواحده كام. يبقى التردد او الفريكوانسي هو النمبر اوف اوسيليشنز مقسوم على التايم، نمبر اوف اوسيليشنز مقسوم على التايم. يعني ممكن يجي يقول لي مثلا انا عندي اوبجكت بيوسيليت بيعمل 10 اوسيليشنز في ثانيتين، في 2 سكندز، 10 اوسيليشنز في 10 سكند، يبقى الفريكوانسي بتاعه كام؟ طبعا هيبقى الفريكوانسي بتاعه 5. اليونت بتاعته هتبقى كام؟ النمبر اوف اوسيليشنز ده دايمنشنلس، ملوش دايمنشنز. التايم يبقى سكند ماينس 1، او اقدر اكتبها هرتز. يبقى سكند ماينس 1 هي نفسها الهرتز، نمبر اوف اوسيليشنز ان 1 سكند. يبقى احنا لو عارفين الفريكوانسي يعني عارفين في كام اوسيليشن بتحصل في الثانيه الواحده. يبقى احنا لو استخدمنا الايكويشن دي وعوضنا فيها عن number of oscillations، عوضنا عن number of oscillations ب 1، عندي 1 oscillation. طب هي بتحصل في تايم قد ايه؟ نعوض في التايم اللي هي بتحصل فيه. طب ما هي بتحصل في تايم، التايم بتاع 1 oscillation اسمه تي كابيتال، اللي هو اللي احنا عرفناه هنا، التايم بتاع 1 oscillation. يبقى 1 على تي هو ده نفسه الفريكوانسي. يبقى العلاقة بين التردد الفريكوانسي والبريودك تايم أو البريود إن F هي 1 على T، يبقى دي إيكويشن محتاجين إن إحنا نبروزها.
طيب مين هي الانجولار فريكوانسي اللي هي هنسميها الاوميجا؟ دي اخر حاجه هنعمل لها ديفينيشن دلوقتي اللي هي الاوميجا. الاوميجا هي الفريكوانسي بس مضروب في انجل، من اسمها كده هي الاف بس مضروبه في 2 باي، يبقى الاوميجا هي 2 باي اف، يبقى الاوميجا هي 2 باي اف. انا ممكن من غير ما اي حد يتلخبط فيها يفتكر من اسمها انجولار فريكوانسي، يبقى في انجل في الفريكوانسي يبقى هيساوي 2 باي. طب لو شلنا الاف نحط مكانها واحد على تي يطلع لنا 2 باي على تي. 2 باي على تي دي ممكن منها اقدر اعرف اليونتس بتاعت اوميجا. اليونتس بتاعت اوميجا هتبقى ايه؟ ال 2 باي دي هي طبعا بالراديان يبقى راديان، والتايم تحت بالسكند تبقى راديان بير سكند، يبقى الاوميجا اليونتس بتاعتها راديان بير سكند. يبقى احنا محتاجين نبروز المعادله بتاعت اوميجا دي ان هي 2 باي اف او 2 باي على تي، وتعرفنا على يعني ايه بيريود ويعني ايه امبليتيود. وعايزين دلوقتي نقول ان احنا بقى عايزين نكتب الايكويشن او نمثل الديسبيسمنت، نشوف كده هاو كان وي ريبريزنت الديسبيسمنت، ازاي نقدر نعبر عن الديسبيسمنت. احنا الديسبيسمنت دي اللي هي اكس اوف تي زي ما بقول كده، هي عند الثانيه الاولانيه البوكس بتاعي او البلوك موجود فين، عند الثانيه الثانيه موجود فين، عند الثانيه الثالثه موجود فين. انا متوقع يا ترى الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي. الشكل بتاعي خلي بالك انا بتكلم على ريبيتد موشن، يعني موشن بتكرر نفسها. يعني احنا متخيلين ان هي هتكرر نفسها بعد زمن قد ايه؟ هتكرر نفسها بعد زمن اسمه البيريود اللي هو اسمه تي كابيتال زي ما قلنا. يعني لو حبيت اتخيل بس كده، مجرد اعمل رسم كروكي كده ل اكس اوف تي يا ترى مع التايم، يا ترى مع التايم. هفرض ان انا شديت الاوبجكت ده هنا لحد الاي، يبقى انا عندي تي بيساوي صفر هبدا من اي، وبعدين المفروض بعد بيريود كامله بعد ما يروح ويرجع يرجع تاني لنفس النقطه اللي هي ايه، برضو يرجع تاني لنفس الارتفاع اللي اسمه ايه. طب وفي النص هنا حصل له ايه؟ هذا في النص الاكس قلت لانه راح للزيرو، راح للزيرو كده، راح للايكوليبريم، وبعدين قلبت نيجاتيف شويه لانه راح ناحيه الشمال، وراح لنيجاتيف ايه ورجع تاني عند الاي بالمنظر ده. الشكل ده بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا حاليا كده بالكوزاين فانكشن. طبعا انا اقدر استخدم كوزاين او ساين، اي فانكشن بتكرر نفسها. هنجرب دلوقتي مع بعض نشوف التمثيل الرياضي، هاو كان وي ريبريزنت، نمثل ماثيماتيكال اكسبريشن، نجيب اكسبريشن او داله رياضيه تعبر عن السيمبل هارمونيك موشن. فزي ما قلت احنا هنستخدم الكوزاين فانكشن بالمنظر ده. ادي الكوزاين فانكشن، وايه اللي احنا عارفينه عن الكوزاين فانكشن؟ اللي احنا عارفينه عن الكوزاين ان هي بتكون الماكسيمم بتاعها 1 والمينيمم بتاعها نيجاتيف 1، بتوسيليت كده ما بين 1 ونيجاتيف 1. يبقى احنا اكس اوف تي، ادي الاكس اللي احنا عايزين نجيبها الديسبيسمنت اكس اوف تي، هنستخدم الكوزاين فانكشن. بس احنا الاكس بتاعتنا بتوصل لماكسيمم مش 1، بتوصل لماكسيمم ايه، واللي بتوصل لنيجاتيف ايه. مش عايزين الكوزاين بالظبط، احنا محتاجين الكوزاين دي تبقى سكيلد، تتضرب في ايه، بحيث يبقى الماكسيمم بتاعها هنا ايه لو ضربناها في ايه، وضربناها في ايه هيبقى عندنا تحت نيجاتيف ايه. يبقى انا لو حطيت ايه هنا ابقى انا كده عملت اللي انا عايزه، ان الاكس بتاعتي ضمنت انها بتتحرك ما بين ايه ونيجاتيف ايه. طب تعالي قولي لي ايه اللي انت رسميه، عشان انا اساسا مش فاهم ايه اللي مرسوم. فهقول لك انا برسم هنا اكس اوف تي، اكس اوف تي ادي الديسبيسمنت اللي هي قلنا بيتحرك الاوبجكت ازاي مع التايم اللي هو اسمه تي، وعايز احط التي بتاعتي هنا، عايز احط التايم بحيث ان عند اي تايم اعوض في الفانكشن دي وهات لي الاكس اوف تي، اعوض وهات الاكس اوف تي. يبقى دلوقتي اللي احنا عايزين نعمله هو ايه؟ ان احنا نظبط الفانكشن بتاعه اكس اوف تي ديسبيسمنت، انه ده التايم، يعني لما تي بتساوي صفر النقطه دي تي بتساوي صفر،
احنا هنا بيطلع لنا جوه الكوزين هنعوض عن تي بيساوي صفر، يطلع لنا الاي لان الاي بره اهي كوزين صفر بواحد، فهيطلع لنا الاي. النقطه دي كده مظبوطه معانا مفيش فيها مشكله. التي بقى الزمن بيزيد والاكس بتتغير. لما نوصل للنقطه دي، النقطه دي ايه اللي بيحصل عندها؟ ده الاوبجكت رجع لايه تاني؟ كان بادئ من عند ايه ورجع لنفس المكان بالظبط، انه رجع لنقطة ايه تاني. طب دي معناها ايه؟ معناها انه في complete oscillation حصلت. يبقى الزمن من النقطة دي للنقطة دي المفروض يكون هو مين؟ يكون هو ال T capital اللي هو الperiod. خلي بالك انه ال T capital ده ثابت ل oscillation معينة، الperiod بتاعتها رقم معين ثابت، لكن ال T small ده الزمن وده variable، ده بيتغير، ده متغير. تي بصفر الاكس بتتغير، تي باتنين بتلاته، بتاخد ارقام كتيره كده. يبقى احنا عايزين لما يمر زمن اسمه تي كابيتال، يعني نوصل عند النقطه دي، الاكس بتاعتنا ترجع تاني للفاليو اللي هي اكس بتساوي ايه. من هنا هنقول بقى ان احنا محتاجين نحط سام كونستانت، هنا نحط سام كونستانت او نحط حاجه هنا تظبط لنا الفانكشن دي. عايزين نظبط الموضوع ده. احنا دلوقتي ظابطين ان الاكس بتتغير من a لماينس a، بان احنا ضربنا هنا في الايه، ده خلاص ظبط لنا الحته دي، الاكس فاريز من a لماينس a. هنحط الكونستانت ده ليه؟ عشان نظبط الحكايه بتاعت البيريود دي، ان الاوسيليشن او الاهتزازه بتكرر نفسها كل t. يعني احنا عايزين لما نعوض، لما نحط t سمول بتساوي t كابيتال، الاكس تكون عملت ايه؟ رجعت لايه تاني زي ما كانت. ده اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. لما نحط تي سمول بتي كابيتال، عايزين الاكس ترجع للفاليو بتاعتها اللي اسمها ايه، لان هنا التي سمول بتساوي تي كابيتال. لما تي سمول بتساوي تي كابيتال، عايزين الاكس ترجع لنقطه ايه عشان تبقى عملنا كومبليت اوسيليشن. فهنعوض عن اكس بايه؟ هنعوض عن اكس بايه؟ وهنقول الكلام ده بيساوي، ونعوض هنا في الايكويشن دي، هنعوض عن مين؟ كل الحاجات الاي كونستانت والسي كونستانت، هنعوض عن التي سمول، عن الزمن، نعوض عن الزمن بانه تي كابيتال. هنقدر نشيل الاي مع الاي، يطلع واحد بيساوي كوزاين سي تي. طيب كوزاين سي تي امتى الكوزاين بتديني واحد؟ كوزاين بتديني واحد لما يكون اللي جواها ده كله 2 باي. يبقى اللي جواها ده كله لازم يكون دلوقتي 2 باي. يبقى انا هقول سي في التي لازم يكون بيساوي 2 باي. يبقى السي هتكون بتساوي ايه؟ 2 باي على تي. طب ال 2 باي على تي دي احنا عرفناها حاجه؟ ايوه حضرتك، لو رجعنا كده في السلايد اللي قبليها هنلاقي ان احنا قلنا 2 باي على تي ده مين هو؟ هو الاوميجا. 2 باي على تي هو الاوميجا. يبقى انا اقدر اقول ان السي دي ده انا عارفها، السي دي هي الاوميجا، الانجلر فريكوانسي بتاعه الموشن. يبقى نقدر نكتب الموشن بتاعتنا، نكتب الاكسبريشن بتاع الديسبيسمنت، انه اكس اوف تي هتساوي اي كوزاين اوميجا تي. اي كوزاين اوميجا تي، الكلام ده جميل جدا. وعايزين نعمل خطوتين كمان عشان نشوف هل في معادلات تانية ممكن تطلع لنا ولا لا. تعالى حضرتك الاكس دي هي مين؟ الاكس دي انا فاهم ان هي سوري نمسك اللي احنا عملناه ده. الاكس دي هي مين؟ الاكس دي هي الديسبيسمنت، انا فاهم ان هي الديسبيسمنت. طب هو انت لو مسكت الديسبيسمنت دي اللي هي الازاحه او الحركه اللي المسافه اللي بتتحركها الجسم، لو مسكت الديسبيسمنت دي عملت لها تفاضل، يعني عملت دي اكس باي دي تي، مش تبقى حضرتك كده جبت السرعه الفيلوسيتي، الفيلوسيتي او السرعه. يبقى السرعه هي دي اكس باي دي تي. هتيجي تقول لي الله مش هي في كانت بتساوي اكس على تي؟ هقول لك لا، ما ينفعش تطبق المعادله دي في حاله انه الاكس تكون بتتغير مع الزمن. انت هنا كنت تقدر تستخدم الحاله دي، دي سبيشال كيس، دي حاله خاصه بتاعت ان انا اقول ان السرعه هي المسافه على الزمن، وان الاكسلريشن او العجله هي السرعه على الزمن. الكلام ده حالات خاصه، انه الجسم يكون بيتحرك مسافه ثابته كل ثانيه، او هنا سرعته بتزيد كل ثانيه بنفس المعدل. لكن احنا هنا الاوبجكت بتاعنا بيتحرك، الاكس فانكشن في التايم
الفيلوسيتي بتاعته فانكشن في التايم، الاكسلريشن بتاعته فانكشن في التايم، فالثلاثه دول كده لازم وانت بتعمل حسابك بتجيبهم، من بما ان هم بيتغيروا مع الزمن يبقى لازم ترجع تقول ان الفيلوسيتي هي دي اكس باي دي تي، تعمل ديفرنشيشن، تعمل تفاضل. طب هفاضل ازاي؟ هفاضل ازاي الكوزاين؟ عندي حاجتين بعملهم، الكوزاين تقلب نيجاتيف ساين، طبعا الحاجه اللي جوه الكوزاين تفضل زي ما هي، الكوزاين تقلب نيجاتيف ساين، وكمان اعمل ديفرنشيشن للي جوه واطلعه بره هنا، اشوف كده اللي جوه ده مين، اوميجا تي اعمل له ديفرنشيشن، يوم يديني ايه؟ يوم يديني اوميجا. يبقى في حاجتين هعملهم، الكوزاين هتديني نيجاتيف ساين، واخد اللي جوه الكوزاين اعمل له ديفرنشيشن. طب والاي هتفضل طبعا زي ما هي، يبقى يطلع لنا هنا ايه؟ نيجاتيف اي، خلينا نكتبها بالترتيب الاوميجا الاول، خلينا نكتب الاوميجا الاول، نيجاتيف اوميجا، نيجاتيف اوميجا اي ساين اوميجا تي، دي هي الفيروس. طيب الاكسلريشن، الاكسلريشن هي الديريفيتيف السكند ديريفيتيف دي سكوير اكس باي دي تي سكوير، او اقدر اقول هي الديفرنشيشن بتاع الفيلوسيتي، افاضل الفيلوسيتي يعني افاضل الديسبيسمنت او الاكس مرتين، الكلام ده هيطلع بيساوي ايه؟ طب ازاي بعمل ديفرنشيشن للساين؟ الديفرنشيشن بتاع الساين بيديني بقى كوزاين على طول. طب واخد برضو اللي جوه هنا اعمل له ديفرنشيشن يديني ايه؟ يديني اوميجا. طب وانا كان معايا اوميجا من الاول، يبقى اوميجا سكوير اوميجا باور 2 اوميجا اس 2 في ايه؟ والساين هتقلب كوزاين اوميجا تي. تعال نبص مع بعض كده، الله طلع لنا ايه كوزاين اوميجا تي، مين هي الايه كوزاين اوميجا تي؟ ده هو ده اللي موجود عندنا هنا، ده هو ده الاكس اوف تي. يبقى كده نوصل لمعادله ظريفه قوي، المعادله دي بتقول ايه؟ بتقول انك عملت ديفرنشيشن للاكس مرتين، اللي هي الاكسلريشن دي سكوير اكس باي دي تي سكوير، فضلت الاكس مرتين، لقيتها رجعت لك هي نفسها تاني موجوده هنا، يبقى هي نفسها ظهرت هنا، خدتها عملت لها ديفرنشيشن مرتين، طلعت لي هنا بس موجود ماينس اوميجا سكوير. الايكويشن دي اذا طلعت وظهرت في اي موشن بتدرسها في حياتك، في اي موشن اذا ظهرت الايكويشن دي، تقدر بمنتهى القوه والجراه تقول ان الاوبجكت بتاعنا كده ماشي على سيمبل هارمونيك موشن. دي هي الايكويشن بتاعت السيمبل هارمونيك موشن. طب الايكويشن بتاعت السيمبل هارمونيك موشن دي لو طلعت لنا واحنا بندرس اي اوبجكت، لو طلعت لنا هنحلها ازاي؟ الله يعني ايه نحلها؟ هنحل الديفرنشال ايكويشن دي، ديفرنشال ايكويشن دي فيها ديفرنشيشن، فيها تفاضل، معادله تفاضليه. ازاي احلها؟ احلها يعني ايه؟ يعني اجيب الاكس. ازاي احلها؟ يعني اجيب الاكس، جيت اكس. طب ازاي اجيب الاكس؟ هقول لك، ما احنا عملنا العمليه دلوقتي بالمقلوب. ما هو انت لما تطلع لك الايكويشن دي في اي سيستم بتشتغل معاه او في اي مساله هنشتغل معاها، تقدر تقول على طول ان الحل بتاعها هو الاكس اوف تي اللي كانت فوق دي، لان دي جت لنا منين؟ جت لنا لما كان الاكس شكلها كده، يبقى السوليوشن بتاعها اهو. لو الايكويشن دي ظهرت اللي تحت دي، لو الايكويشن اللي تحت دي ظهرت، هنقول ان السوليوشن بتاعها اهو، السوليوشن بتاعها على طول ان اكس اوف تي هي ايه كوزاين اوميجا تي. يبقى مين الحاجه اللي بتبقى مضروبه هنا؟ هي الحاجه اللي ظهرت لنا هنا، هي اوميجا سكوير، اوميجا سكوير. تعال نشوف اكزامبل كده، نحل حاجه مع بعض عشان نثبت الكلام ده مع بعض بالارقام. تخيل انه احنا قال لنا انه في اوبجكت، والاوبجكت ده بيوسليت على سيمبل هارمونيك موشن، خلاص، with amplitude، amplitude ده انا الامبليتيود 20 سنتيمتر، ده انا الامبليتيود 20 سنتيمتر، وان هو following الايكويشن ان دي سكوير اكس باي دي تي سكوير هيساوي ماينس 36 اكس، ادانا الايكويشن دي هو اللي ماشي عليها الاوبجكت. وبعدين قال لنا ات تي بتساوي صفر اكس اوف تي كان بيساوي ال 20 سم. تعال نشوف كده الايكويشن دي هنحلها ازاي، او المطلوب
find x of t، عايزين نجيب expression لل displacement، عايزين نجيب x of t. هاجي اقول ادي الامبليتيود، ادي الـ a مدولنا، يبقى الـ a هيساوي 20 سنتي، هيساوي 20 على 100 متر، يعني 0.2 متر. ادي الامبليتيود عندنا وجبناه. طيب الاوميجا اجيبها منين؟ الاوميجا تقدر تجيبها من الحته دي على طول اهو، دي هي كده اوميجا سكوير بيساوي 36، يبقى الاوميجا نفسها هتساوي كام؟ هتساوي 6. يبقى انا اقدر اقول انه اكس اوف تي هتساوي الاي كوزين اوميجا تي، هتساوي الاي اللي هي 0.2 كوزين الاوميجا قلنا 6 تي. طيب ايه لازمة السطر ده؟ السطر ده دوره ايه؟ السطر ده دوره إيه؟ اسمه initial condition، بيوصف لحظة البداية، لحظة البداية، مش لحظة البداية الفيزيكال بتاعت المسألة. خلي بالك ان البداية الفيزيكس بتاعت المسألة دي او بتاعت مثلا البندولم او بتاعت اي اوبجكت، ان انا لازم بعمل له ستريتش للامبليتيود، يعني لازم باجي اشد الاوبجكت بتاعي، باجي اشد الاوبجكت بتاعي ده لمسافه اللي هي اسمها ايه، ويبدا بعد كده يوسليت ما بين الاي والماينس اي، او اضغطه للنيجاتيف اي. الفكره كلها ان هو مش شرط يبدا الانيشال كونديشن مع بدايه الموشن بتاعتي من ساعه ما عملت سبت الاوبجكت ده، لا، الانيشال كونديشن ده بيعتمد على الاوبزرفر، بيعتمد على الشخص اللي بيجي يتفرج على الموشن وهي شغال. فهو ممكن يجي في اي وقت، يجي في اي لحظه والاوبجكت ده بيتحرك، رايح يمين رايح شمال، شافه هنا مثلا عند تي بيساوي صفر، شافه هنا. طب ما هو ده الوصف اللي هو عامله ليه؟ لان انا لاحظت ان عند تي بيساوي صفر مديني ان الاوبجكت عند 20 سنتي. طب ما هو ده الامبليتيود، هو ده ال 20 سنتي ليه اهو، يعني الاوبجكت ده لو انا عايز ارسم الاكس اوف تي بتاعته مع الزمن، لو عايز ارسم الاكس اوف تي بتاعته مع الزمن هتبقى شكلها كده، اكس اوف تي مع الزمن، هتلاقي ان عند تي بيساوي صفر بادئين من ايه؟ بادئين من ايه؟ طب ما هي دي الكوزاين، هي دي الكوزاين فانكشن. طب ايه الاحتمال الثاني؟ افرض انه كان قال لي عند تي بيساوي صفر، عند تي بيساوي صفر ات تي بيساوي صفر الاكس اوف تي كان بيساوي نيجاتيف اي، يعني بدا بان هو ضغطه من هنا، بدا بان هو ضغط، عمل كومبريشن، ضغط على السبرينج، السوسته اللي موجوده هنا ضغطها كده فبادئ هنا. طب في الحاله دي كان المفروض الرسمه بتاعتي كانت هتبقى ازاي؟ اكس اوف تي اهو، وادي التايم، وبادئين من نيجاتيف اي، بادئين من نيجاتيف اي. طب ما هو الشكل ده عباره عن ايه؟ ما هو ده نيجاتيف كوزاين، ممكن اكتبه نيجاتيف كوزاين اوميجا تي، نيجاتيف اي طبعا كوزاين اوميجا تي. طب ده كان ممكن يقول لي تي بتساوي صفر الاوبجكت بتاعي كان عند الاكوليبريم، يعني انا ساعه ما حد جه بص عليه شافه هنا اهو. خلي بالك ده ما يمنعش زي ما قلت انه الموشن بتبدا باني اشده او اضغطه، لكن حته الانيشال كونديشن دي او البدايه، الوصف ده، ده وصف ماثيماتكس، ده وصف بتاع وصف رياضي، بيجي يقول لي اكتب لي الفانكشن اللي تعبر عن اللي انا شفته. يبقى هو دلوقتي لو جه شافه كده، شافه عن البدايه بتاعته عند تي بيساوي صفر، طب ما هي دي ممكن اكتبها ساين فانكشن اهو، عند تي بالصفر بادئ من دي او دي او دي، كل الرسومات اللي احنا عاملينها الحاله دي او الحاله دي او الحاله دي، ما بتغيرش الاي وما بتغيرش الاوميجا. اللهم احنا لازم بقى نغير حاجة تانية، لازم نحط حاجة تانية عشان تلاحظ الفروقات المختلفة دي، بنسميها الفيز كونستانت أو الانيشيال فيز. يبقى أنا علشان أكتب جنرال فورم أو معادلة عامة ما بتاعت، وعايز اخد في الاعتبار انه ممكن الانيشيال كونديشن او لحظه البدايه او بدايه الستوب ووتش، هبدا اعد الموشن، هبدا اعد الزمن من انا شفت الاوبجكت فين، انه احنا نقدر نكتبها كده ان اكس اوف تي هي عباره عن الامبليتيود كوزاين اوميجا تي، ونحط حاجه هنا تساعدنا على ان احنا نظبط البدايه دي، دي اللي احنا بنسميها الانيشيال فيز او بنسميها الفيز كونستانت
نظبط بيها البداية بتاعتنا. يبقى الأوميجا هتفضل هي هيها اللي هي الأنجولار فريكوانسي 2 باي على تي، والإي هيفضل هو الأمبليتيود، ومفيش أي حاجة هتتغير غير إني هزود الفاي دي. هدف الفاي دي إيه؟ إنه يظبط لي الإنيشيال كونديشن أو الوصف بتاع الماثماتكس اللي ممكن يقوله. مثلا هيجي يقول لي أوبجيكت الأمبليتيود بتاعه بيساوي 20 وهو بيوسيليت بأوميجا بتساوي 6 راديان بير سكند، زي المسألة بنفس الأرقام اللي إحنا عملناها من شوية، بس آت تي بيساوي 0. هو شاف الأوبجيكت إكس أوف تي بتاعته ساعتها كانت بتساوي 10 سنتي. الله، الرقم ده ما هوش بيساوي الامبليتيود، يبقى انا اعمل ايه؟ ما هوش كده، ما اقدرش اكتبها كوزاين اوميجا تي وخلاص، لا لازم اكتبها ايه اكس اوف تي هتساوي ايه كوزاين اوميجا تي بلس فاي، واستخدم اللي هو بيقوله ده انه عند تي بصفر عايز يخلي دي بعشرة. طب حط هنا عشرة، الامبليتيود ب 20 ملوش دعوه خالص بالانيشال كونديشن، عمره ما يتغير. حط لي التايم بصفر يبقى الحته دي مش هتظهر، هيبقى عندك كوزاين فاي. طب ما هو من هنا نقدر نجيب الفاي، هنجيب الفاي ازاي؟ هنقول الفاي هي كوزاين ماينس 1 كوزاين، يبقى الكوزاين فاي هيساوي 10 على 20، يبقى يبقى الفاي هي كوزاين ماينس 1 واحد على الاثنين. يبقى أنا كده جبت الفاي، وأقدر أقول لكم شكرا جزيلا. المرة الجاية إن شاء الله هبدأ أشرح الفيزيكس بتاعة الموشن بتاعة الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم، البيندولم والسبرينج ماس سيستم. شكرا، السلام عليكم.